لكن سوار كان هذا كان المكان وريري شد على تصل ما عبتك وجري هل أسكري يا كل قفل جوب الدشي وحكمله الحين سوار كم يضعها مركب هذا ما إم صار لاستا يعني بقول رأي هذا الله جاهستا مركب أوقع ذن وايد نور مرنا ويا حكم يعني يحيي لفتي س ها أنا حبس دائم أزت الأثر جاي حبس دائم كل حكمين هدف كويا وحوايا أن إني هالكاس حجستان أي وح مقونيان هالكاس ناشطن أي قبصان مركب عد كأل كرتو مجرتو وضمن الإسلام كأو وضمن الإسلام ك إسكندر في إني وحوق قبطانه هذا وحن أركي مركي لدري يحيي سوار لدري رك فر بدنا على تويتر إكس كوسو قري في كوسو قري أو با أو بكفر حسن با دل كي سبا هو معناها ضد كم واحد يستوعب كل إخوان المسلمين واي العباس أصلاً واحد كتر سنتهاي حركة إخوان المسلمين كتر سنتهاي وحي أمسيهن هذه يهود أم إسرائيل أي دب أي أقرب صلان ركس أي أقرب صلان إن أي سود دق دقيس نبي عيسى سود دق تاني كيس سود دق دقيسه نبي عيسى سود دق دانو كل سنة سنة وحكومة دانا وحكومة دانا كده من آخر زمان كقول لي عدانا إيران تذكر حيو وهايستان دولة ماركينو إسلامية وقيبون كقادم لكن نسكر ما أركا أنا ما أركا دولة الشيعة عيني تاعي هدف كذا وياها إني كوا أبورت وضم هذا سنة جا كوا حيران إني كوا أبورت الشيعة وكوا أبورت يضو مر مرسيو أرجع أما وضع أي مرت أقص أيام يسو فلسطين أيام 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 قرب سنين ما نبى ما نكتب بيسو أودو دي إسكع بينت إن أي شيء كرديسو وهالكي أي شر أي تجنيد إنس 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 التجنيد. عبسيد يهود أي قبتنا يسيب بدن. يسيب بدن يهود لفت هذا أيضا حتى نقاله يهود خص بوضع أدب خص بوضع سابتوه نقاله سياسة دي أمني يعني وربهنت وربهنت العالم كحكومة طبعا يك أيك عندكم ما ملا حتى مدحوين يا رشة مريخن كا وإن مدحوين كست ويهود وتاجر هذيك لما مش عنكر أما هجع على أم يوسف جعلان وكقص بيا إن وتاجر وايو نقاله بهيان سياسة دي بهيان يجا هجية الهرتا دل كاس وحو نقضي دل سامين ويا شيء أو يعني هذا الهم بلارين يا شيء صابتوا آه إسرائيل قد بيقود الدونيسي سنوار صابت وهو جامية عسكرية إسلام مركزنا يعني سامين وين كله نحو آه جذها فلسطين هي غزة كله مركا مركا هاري هود وحيل هاي أما إسرائيل وحيل هاي وجنبنا يا شكوين بو حرتا ولومنا يا جود بو كجلا كوه عدد مركا دبنا وبرنا كوسو بحي وصو عيدا هو جامين هايو إن الدلي مرك هذا طلابات أي كف كلا أنا واحد هاي قف كي بدلها قف كاس تبدأ هو جميل فر بدن أي جرا هذا هو جميل شو دي سامين طلعوا حكسي هرسان أنسلا يا خال مش على واحد دي بدكم بقر تركي قادر مراسو الحياة جودها لفت ذي حجرو بد استقلال رشوه جميل رشوه حجر اللي هذا محمد اللي هذا جرا محمد السنوار اللي هذا جرا وسامين اللي هجرو ركف كلو فر بدن أو يعني إن هالجنكا قيب كسوق تاجرا مرك واحد نوا فكرة فكرتنا ما دي ما توقف هدي للدلو الله بل للدلو صدح للدلو فكرتنا ما دي ما فكرتنا إحنا قنيسا من مركز التاجر أو شيء صعطة إحنا قنيسا وضريم كتهرك أنت أساسا هلق كوسو جري وجود ك مجال لم جود كبر قط قطي وأنت لما تكوسو جري إنك جو أنت هاي جري أمانور مركز سامين قولها طبعا يحيى سنوار لكن عمر أنا يا هلق ك ما مقاومة معنا حماس إني سأقول بتدونين أي كسي صعون دونا هل بنكون أنا سيود دونا ما سامين مكوي لنا إذا جرب كده قال لما حماس ما دام بلق جذوه ذل دلي إسماعيل هني كدي من الذي يحيي سموار دقال كي سكعامينتي دقائق أي وذين دقال كهذا السنة ضوق عليه مرك سامين ما يلان دونا طبعا هرتا يحيي سموار روحه هني كمهندس كأما إنجينير كإنجينيري تضبط أكتوبر سنة كوار وارك لوقا إسرائيل جذوه هذا وضلك بدن لوقا لا ينكي خطاس تجي أيوها نروحوها حتى سردون كمرك عند كون جري حماس كذا عند كون جري مجد الأورن جري وضد كي جواسيس تجودها غزة جو ترترى أيوها طبعا سامي ويل ويل لكن هدف كي يقرشيه أيضا ومد دكسن هو جاميال كلا أو سامي له يا ولي كوسي هرمش ولي سينول مرك وحنا سلا طبعا سامي ويل نسا لكن وحنا سلا كفكر أهان يكهل جن أهان ما يعني ما موقع 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 كريان وهلق ثم بمسي سعنا هواي يعني كود سي هاي فكر كود سي هاي بل واحد عكرتا فلسطينيين بدل أول بل بين هاي وبنان كجوج هلق ك إن أي هاد كسو ديران إن أي كم النقطة أنا أي كسو بيران بس كعامين تقابل كم ها هاد عكرتا وعي أفي وحال لي هاي إسرائيل وحي كود دو ديسا إن قدس أي تاعي عاصمة دا أن كهذا الكل هاي إسرائيل أم يهودا لنا عكلا عربتك لأنه وحي كود دو ديان بريغا قدس إن أي تحي عاصمة فلسطين أصل أهان يا فلسطين هرتا وحين نقول صرت أنا دب الله بنو أصل يا دقي جرو كنا دب الله بنو
دب هذا الأول لابنه تاريخ هذا الميلاد دقة هذا مرة سلبه كون لاتن أفريقيا مرة سا هذا دب أول لابنه صدق كون كور صدق كون صن كور عن تكنو واحد كان هذي اللي كان عانيين وعربته عربته لابق عرب العربي عرب المستعربة أي صدق كانوا ضد عرب أيام لوتري أيام دقة نجري مرك إسرائيل أبي يهود وحوه الرئيس سبأ روك فلسطين وحوه الرئيس مرك نبي إبراهيم الصوصاري نبي إبراهيم إسحاق نبي يعقوب يعقوب أيها واحد الأورنجري إسرائيل مجيس الأورنجري إسرائيل هو عبد الله يا الأورنجري إسرائيل أيها سود دقي كدي نبي يوسف وكي مصر تجي مصر بالكوثر من حل جي نبي موسى يدب أقولاتين يعني هو حاجة أقولاتين مركب بغرتوية الهاين أو نبي داود نبي سليمان ولا بابي ولا ترتري هذا مركب مركب دي لأسر الدنيا رهضنا ولا وهري ولا وهري ها لك ولا وهري ولا وهري وانت هيستوي عيان حلي نبي داود نبي داود حكور ري حوها ميلادية كون سنة كور نبي سليمان كدي بغرت لو بغرتوية ماشا ايا كجردي بغرتوية اسرائيل يروقوي كتال بغرتوية اليهودة او كونفرت كتال وحا بابي مكا نبخت نصر نجر ايا بابي كدي بايا هدانا ادي مكا عمد دلين بي سومرت ماشا رومان كامر اماضي الاسكندر الاكبر ايا مر قبصدي فرص أيام مر ماشى قبضة مر وحين لقط المال ما أركنه لسكول الديبة ومر جعان بجعان عيوب الإسلام كذنبه إسلام كإله وريان أو أنت عصوصا يسوي حكوميا إلى ما كذنبه لسوق قام لجس على تمنات تدي تمنات أو يهودي يديب أو فكرا إن يديب كل أبطان ومركز صهيوني يدي يوحي أي أساس من ما لحد يهود عبسيه كجرتها وعيوب حي وحي رذن لعنة العقد الثامن يعني أبا هوار كي سديت ثينات أما نقول عا وحي أنا مسين سديت تصنع إني سدورة دولة أي سد لا فين بقى يقول براك كهلا أي بابا أيان أي بابا أيان ما خدنا كسر قال أبا إنه أفرتني سديدي وحد مدة لما كل أتني سديد بني سديد كيس إني بس ما أيان حي مهم هذا أقول يعني ديمان كلا دوان سيدا إسلام كا سهني يونيد أم يهودا يو مسيحيين تبع إيه وحي مهم دوين بس الدين بقول هذا هاي أرتا إسلام كذا كبل لنا وماشي النبي على صلى الله عليه وسلم لو ديرمي معراج كان وقد حاجه صمد لو 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 قاضي وحا كو يالو المسجد الاقصى ايا كو يالو المسجد كبركه سلاس ايا كو يالو وا مسجد اللي راح تحلك صلاه لو توكدو شن بقو صلاه ايا لميت هي وا ماشي المسلمين تا انت الكعبه ان او توكن كور يجي سن جيره واي وحا كو سوورتي يهودا يهودا وحا واي ان بقرتوين كي كل نبي داود كل هاين نبي سليمان بقرتوين كل هاين وحي امسيين هيكل وحا وبخيان هيكل هيكل سليمان انا معبد كيوينا سليمان يا وحي لي هذا حكوس اساسيه مسجد الاقصى وان بربريا اليه وهي حكوس اساسيه دين تكريستا كان مهمه اولى هيو نبي عيسى ايابا كو دشاي فلسطين او كو دشاي بغالد الى بيت لحم او كرشد او وينا كو تالو بيت كنيسه كنيسه القيامه اللي يراها كو تالو مركا سدح الديمود دا وهي اوتاي ان مال ماركن اي كو هيرنيان او مهمه اي اوتاي هذا رأي مرك واي أي أتغيرين مريكان وأرينك الدينية محوية هاي سان أقنا هذا واحد أقرب سمان كريستنا كبرنا أقرب سمان كاثوليكا جرو برتستنا جرو واحد جرو نملي غير إنجيليين أو كبرنا مريكان كزيد تمليون وقف أي إنجيل ما تبكاس أمسن ونمك أود مريكان كأي عنتو تكوجر توعي واحد أمسينهن هذه يهود أم إسرائيل أي دب أي أقرب سمان ركاس أي أقرب سمان إن أي سود دقيس نبي يسود دقيتان كيس يسود دقيسو نبي يسود دقيتانو كل سنة سنة وحكومة دانا وحكومة دانا كده من آخر زمان كقول عدانا وحكي كلا أمسين إنه قول عدانا تقال يا هذا حرب جدول لي هذا وين تقال كاسمر كقول عكدب يا وح إما لأن نبي عيسى هي هيكل كي أنا سوء وهي بعض دينيا بيو تغير يعني سن نبي عيسى وش الدجال شو دقيتان كيسة يو تغير يعني وحنا هرب ولا نمل يا هذا سهيونيين تا مسيحيين تا عمرين كحول كله لقراها مريكان كسياسة دا ورباهين تا هجامية. مدن حماس أن أقول له بالتاريخ ده واحد نوشيك أساس كي حماس ما لحد يكل الدوانات أي صامر تي هجامية هذا اللي دلي ودم بيحي. هرت حماس وعكور يقول لي جري فتح وهجامي جري ياسر عرفات لكن أركاس أرسو هالجن ودرة وحنا نقول ما كده من ولا شيء يهود ولا شيء تنسيق أمني ولا سمايو إسكاش أمني ولا سمايو ما كنا دائما أقول كي قال له يستي للي يجري الشيخ أحمد ياسين أو نين أفكا أنقاه الله أو كرسي كفر لنقاه كريم يا أساسي وهو أساسي كون سكال بقول سديتني تضبط أيو أساسي وحنو أساسي مركز وحا غزة يستمي إسرائيل هي ستي وإسرائيل هي كك عذاب غزة لما كون شمتي كلي أي كك عذاب مركا وحا صومر أحمد ياسين والد لي عبد العزيز الرنتيسي يا صومر والد لي خالد مشعل وهذا النهر وحا يسكت ده إسرائيل إني سميان أردن يسوي الجوجا وحي استعمالين باصبور هكا أي استعمال وضمك الاستعمالين أرنك أيها فشل مي ولدي أردن
إسرائيل وحيرك أو سفراء أفسدان مركي أي فشل أنت واحد لو قسم إسرائيل إني معناها أنتي باش أنتي إني 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 كسران إني كسران وكسران هاد إلى هاد بنول هاي مركي وأر أسوأ الجميع لما كنا شمتي سيء وستي إسرائيل ويكب حظي لما كنا نحدي الدورشة قالان هي كوكوليستي غزة كوكوليستي كدب يحي كدب بيانا غزة وحي نقطة مال حماس أي 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 كتلسو هذا مركز شكاد وحي دبقوا نقطة إن هذا يرتان كان إني دبقوا سوق قالان إسرائيل يعني لو تضبي أكتوبر دغال كي لوق هذا يجكي قرارا إلا سوق إلا سوق قارسي هي معبيستا ترفض بغان إلا سوق قبصد يقاذن وايد وهي حلقف شارد اللي يجري يعني سوار كان هذا يرتان المكة وليرية شد على تصنع حبتي كجري هل أسكري يا كل قف لجو بدشي وحكمي له الحين سوارة كم يضعها مركب هذا ما إم صار لا يستا يعني بقول الله أي هذا الله يستا مركب أوقع ذن وايد دور مرنا ويا حكم يعني يحيي لفتي س ها حبس دائما إذا إذا الأفر جرى حبس دائما كحكمين مركب وضم بينه حين قط شيء كاس أو بعبس كل بدش هذا أو قصور نصيب إنه قصور بعه يهود بريك أنا حكلي يوم يجي كحوجنتها أو تكل مكولة هاي دونك حيل كان هذا الجو يهود مركب الأجو الدور طبعا واحد اللي قبل مولا مريكا كره قلبات كان معمولا مقاله سياسي امني يعني وربهنت وربهنت العالم كحكومته ضمن يك اياك عندك معمولا هذا مدحويال مريكا كا وان مدحوينه كسته او يهود او تاجر هذيك لما سكون كر اما حج علاد ام يوسج علاد وكو قسبيه ان او تاجر وايو دقالي بي هيان سياسي بي هيان يغا هغيه وكو قسبيه ان او تاجر بل حاب الجربة مدحوين يال توصل قطر سنة سايمين تمس حين تان شيء جرب وعكم إذا ريجنا كم إذا جورج بوش العراق وير الجري توصل قطر سنة إيه مدحوين يال كله أو سياسة ذهان أي تا إني إني جرب استعير هذو طبعا إنه إنه سيس عضو مين كي ديدو كوري ما دون ولا خارجية مدحوين ما ركن يدله هو يدله جون في كندا يدله بي يدله مين كي كوري ما دون معناه وداس كوري ما دون ومرته يعني ما اللي جوا حلقي لماتك إسرائيل لماتك إسرائيل عبسيلا كوجرتا بلاحظ اسرائيل لفتو ذا تتكا فلانقية سياسة دو ذا وحيكو ليهين ما داما سيديتا كيس سونو سودو هذا او دي تجابة خور إلا تاريخ هو عليها إذا إذا سخر سموتا أرنا غل سوق قال حلقي إن إن إسرائيل مش عايكا بحلات مدى كلام حال جرتو سياسيا قدوة ذا ويسيستان وواي كانتاقين حتى حكومة قتل سوضن كإسبايس ويتلاف كعا لفتي دي ايا مال با نين با وحي سقوها يعني معنا دوار كازرت يسقوها يعني وهر ايه كانت يعني مر العاصة واتي محكمة الصريق ايو مدارة ايه فرا بلان ايميش ايه كسو عدين مركا وحان اسلاي هاي مرها دي رايو عان كيان وكسو ورجو ادووري هنا او اركي وحان اسلاي هاي وحي كوحيران تاي اون سيدة دفكا كوحيران ودامان عرطة كوحيران اي سقو ابا بلان ودامان عرطة الى كو يبتلي مدح وحا ايستا dad ka soo sameeyay ay yihiin markino reer galbeedka ay yihiin ee dagaalkan soo bilaawday dib hadii loo laabto kaskuba 7 Oktoobar dagaalkan hadda socda sanadka galay dad fara badan ay leeyahay yuhuuda muqaalada ee kasoo laga soo lagu soo bandhigayo ee shaashadaha Al Jazeera ay ugu horeeyso xanuun fara badan baa laga dareemay xaruur fara badan baa la laynaya isbitaaladii dhaawac la geynaya la duqeynaya dhaqaatiirtii la dilaya wariyashii halka lagu dilaya miyuusan jirin xeer caalami ah oo qabanaya Israa'iil Soomaali waxay tiraahdaa ninkii xoog leh xeerad toosta waxa waa adduunkan rag baa maamusha hadda maan la weeyo South Africa waa tii dacwada geysay maxkamadda geysay waa tii la xukumo la yiraahday waxa la qaraar laga soo saaray marka sharciyada adduunka ka taliya Israa'iil waa waddanka kaliya ee sharci uuna qaban waana loo fadhiyaa oo qaranimada hadii la geeyo shuruuc la geeyo Mareykanka fadhiyo vitadiisu waa u diyaar marka waxaad moodaa dadkii caalamka ku noolaa in damiirkii bini'aadnimo uu ka tagay dad la laanayo ilmo la casuuqayo baaba ka jiro هدفكود أولاً هدفكود وحواي أن إني هالكاس حجستان أي واحد مقونيان هالكاس ماشس أي قبصان مركا عيد كأل كرتو مجرتو وضم الإسلام كأو وضم الإسلام كا إسكبر في إني حقوق قبطانه هذا وحن أركي مركي لدري يحس وين لدري رك فر بدنا على تويتر إكس كسوع كسوع قري في كسوع قري أوبا أو بكفر حسن بقى ذلك سبب هو معناها ضد كم واحد يستعين كل أخوان المسلمين واي العباس أصلاً ما حكت سنتهاي حركات إخوان المسلمين كانت تسنتع ما بل إيه حقوق قبطان قارهم ودمت ما كان غيرها بقدر أو حلا كف فرعون حق زي صدق
تركيا مركا ادوكي ولكن نكست وحالي حتى كان الله هيك مصر غايكرت على مصر غايكرت نكست وحبقايا مركا تي سي ويحوي نكست وحبقايا حول كيس ادوس موجين ما شاء الله قال ادوك انسى سوسو جيدا ودم الاسلام كان حالد ودا واتاتشكتي حماس انت سيدا قال ما يسال هدي لصوك وابو سيديتن كاسانو ديب لو فيريو حماس محل قد بون حلقان حماس واح كلا لو قد بون اون اهين دقال اني واسكا عبيان واي واحي كون نرول ابو كمان ولا با حبسي وين او كرقة فرن بقى يكونوا الحاسب يكونوا اللي هضبا نرول كمان ولا مارك وحاواي ابا دمو اما نرول حياة له كون الله هضبا نرول اني سواي مارك وادي مدان مر مرسيادة هذا يهود الشيقة يعني نحان ودنا انا اسكا عابين نقا اسدفاعين dad fara badan oo ku dooday waxa jira xamaas dagaalka hajuujiso dhor gantaalay tuuraysa markaas waxa la sameynaya xafadan inta la xasuuqo yalla ayadoo Israa'iil sheeganaysa inay iska caabin wado marka falcelinta iyagu marka ay bilaabaan jawaabta loo la siinayaan ay tahay mid masana inay ku sii socoto horta marxalad badan baa la soo maray waxa la soo maray xilli qoraysan sanad dhagax ay tuureen ayaa la soo maray way ka soo gudubtay waxay bilaabeen inay qoriyo yar inay Tehran ay ku dagaalamaan way ka soo gudubtay kataale yar oo gacan ku sameysa in ay tuuraan way ka soo gudubtay in hub casri intay sameystaan ay dabaabadkii Mareykanka uu siiyay in ay burburiyaan in sawaaq intay garaacaan gudaha Israa'iil ay duqeyn marka waxaad mooday iyaga naftooda maalinba maalin ka dambeyso awooddoodii iska caabineed in ay sii kordhayso oo halkii ay shar ay taagneed inay sii taagneen cabsida yuhuudda ay qabtaan ay sii badanayso ay sii badanayso yuhuudda naftooda oo ciidan حتى دقالي يهود هوس بوضع أد هوس بوضع سببته آه يهود سير يروح اللي هذا دقال بده صعبة بده سير صعبة كمان بهكرته تركي بيروح ينقار صار نكي أصلا شقارة وزارة وحبرش أو شقة وزارة عفمات أو شقة هذا نوع جاي أسكر أيوه هاي مركز أصلا بالدقال هو اللي جري جبتي عارف اللي جري جبتي ما علم أيوك سوكو بجت يهود لكن هذا لفت كان صنع كيس سير صعبة يجي لفت هذا دقال حني hoggaan ayaa kasoo galaysa dibka naftooda iyaga naftooda u haysta marka waxa waaye waa waaye maxamedow waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo dhamaadkan jooga xeeladahan wadamada hadda ay isku kacsan yihiin yuhuud waxa ka mid Iran oo iyada dhulkeeda lagu dilay ninkii Yaxiye ka horeeyay xaaladda Iran iyo yuhuud xagee maraysa horta dadka qaar si u aaminsan yihiin Iran anigu si ka duwan baan u aaminsanahay Iran dadka waxay u haystaan dowlad ma arkino islaamiya oo qayb weyn ka qaadan islaaga iska lama arkaa anigu waxaan arkaa dawladda Shiica inay tahay hadafkeedan uu yahay inay ku abuurto wadamada sunniga ee ku xeeran inay ku abuurto Shiicada ku abuurto iyadoo marmarsiyo u dhigayso ama wada ay marta uga sii dhiganayso Falastiin ayaan garab siinaynaa Ciraaq bay burburisay iyadaa burburisay Lubnaan wadanka waxaa la dhihi jiray Luluatu ayay u ahayd wadamada carabta u ahayd iyadaa burburisay Yemen hadda waatan burburisay marka maraba aan mu'mayna dagaal toos ah inay isaga hor imaan doonaan Israa'iil iyo Iran inay isaga hor imaan doonaan mu'mayna sababtoo ah boqolkiiba sagaashan wax ka badan dadka muslimiinta waa sunniyiin waay reer galbeedka naftiisa dan waxay ugu jirtaa iyagoo dad inay maarkino Iran inay ku baabiyaan wadamadan kale sunniyiinta iyadoo lagu abuurayo Shiica lagu abuurayo marka intaasoo talaabo intaasoo Qaasim Suleiman la dirkii la dilay ilaa hadda maana kasta talaabo la qaadayaa talaabada muuqda ay qaadisaa ma aragta mid talaabo muuqda ay qaadatay ma jirto Hizbullah kuwaanaysa waxay u sameysay danteeda iyo isbalaarin iyo isbalaarinaysa ay u sameysay mooyaane aniga ma umaleynayo dan ma arkin oo aheyn inay ka talin lisaa waagaag intaas ayaan rabaa inaan ku ekeeyo waxaan u mahadcelinayaa Maxamed Cabdi Afey oo ka tirsan saxaafadda wariyaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aadka u faaqida ishana ku haya xaaladda bariga dhexe oo markaasi cakrimaysa marba marka dambe. Maxamed aad baad umahadsantahay. Shukran Cali Cumar baan ahay, Maxamed Amin Atoor iyo Axmed Qudan u mahadcelinaya. Nabad iyo warsan.